انا دكتور شهاب عادل اتريبي، مدرس امراض القلب والاوعيه الدمويه في كليه طب عين شمس. كتير من الناس بتسال ايه هي اعراض الجلطه. اعراض الجلطه ان واحد يكون عنده اصلا تاريخ مرضي في العيله في سن صغير جالهم مشاكل في القلب، او واحد سنه فوق الـ50 عنده ضغط او سكر وجاله الام في الصدر. الالام في الصدر دي مش شرط تكون الم، ممكن يكون تقل في صدرك، تقل جامد زي حاجة كبسة على نفسك، أو إن يكون في صورة نهجان. بالذات في مرضى السكر بيبقى عندهم مشاكل في الأعصاب فمبيحسوش بالألم زي المريض العادي، فممكن يجي في صورة نهجان والنهجان جامد وما بيقفش. وطبعا مريض القلب بيبقى معاه دايما الحباية اللي تحت اللسان، فلو أخد حباية وبعد ربع ساعة اخد حبايه تانية وبرضه ما راحش الوجع يبقى دي احتمال كبير تكون جلطه في القلب، ولازم يتوجه فورا للمستشفى ويعمل رسم قلب عشان يطمن.